مايا رحال من ومضة ميديا، معنا اليوم رواد أعمال الأسبوع مارك تفوني ونمر بدين، مؤسسين شركاء لإيست لاين ماركتينج. هاي مارك، هاي نمر، هاي مايا. هاي مايا. خبرونا شوي عن إيست لاين ماركتينج، شو الخدمات اللي بتقدمها؟ اوكي، ايست لاين ماركتينج شركه رائده بقطاع الديجيتال ماركتينج والادفرتايزنج. نحن بلشنا بلبنان بال2006، وهلا هلا وي سيرفيس لبنان والشرق الاوسط. انيشلي انا مارك بلشنا باخر التسعينات، كنا بموريال، سو عندنا اكسبرتيز بالفيلد سو اكثر من 15 سنه. يلي بنعمله هو وي كونكت براندز تو كونسيومرز، ونستعمل ديفرنت ماركتينج شانلز. واحد من الماركتينج شانلز هو السوشيال ماركتينج، يعني نستعمل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كل السوشيال نتوركس تنوصل المسج تبع البراند لليوزر. تاني شانل هو السيرش، يعني محركات البحث، ونستعمل هالمحركات كمان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من اليوزرز. وتالت شانل هو ديسبلاي ادفرتايزنج، يعني بانر ادز ودعايات على المواقع الالكترونيه. مثل ما قلت لك، نحن بلشنا بال2006، و we're a team of 20 موجودين بلبنان servicing the region. عظيم. عم نلاحظ بآخر فترة أنه بالمنطقة العربية وبالعالم كمان عالم الإعلانات أونلاين كتير عم بيزيد وكتير عم بيصير فيه منافسة، كيف عم تواجهوا هيدا الشيء؟ اوكي، اذا بدنا نشخص المنافسه بتيجي من ثلاث محلات. اول 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 محل هو الايجنسيز، يعني الكونفنشنال ايجنسيز يلي عم بيفتحوا ديجيتال ماركتينج ديبارتمنتس. تاني منافسه عم تيجي من الويب ديفلوبمنت ايجنسيز، يعني اللي بيعملوا ويب ديفلوبمنت وكمان عم بفوتوا بهذا القطاع. وتالت شقفه من الكومبيتيشن عم تيجي من سمولر اور بوتيك ايجنسيز، عم ببلشوا يفتحوا ويكبروا ويعطوا هيدا السيرفيسز. يلي بفرقنا عن هالثلاثة تايبس اوف كومبيتيتورز هو شغلتين. اول شيء نحن صرنا يعني فتنا بكير على السوق، وصار عندنا ماركت انسايتس، يعني عندنا معلومات عن السوق كثير قليله اللي عندهم اياها بالسوق. نحن صرنا عاملين اكثر من 350 كامبين، وكل هالكامبينز عندنا الداتا عنهم وعندنا الاناليسيس عنهم. سو وقت اللي بدنا نخلق استراتيجي للكلاينت تبعنا، بنطلع على هالانسايتس، بنطلع على هالداتا تنقدر نعطي احسن استراتيجي او احسن سولوشنز بنقدر نعطيها. ثاني شغله هي اكيد الاكسبيرينس تبع التيم تبعنا، بس نحن كمان بنينا بهالخمس سنين هول بنينا تكنولوجيكال بلاتفورم ذات از انبريسيدنت، يعني ما حدا عنده اياها بالسوق. هاي التكنولوجيكال بلاتفورم بتخولنا نقدر نخلق ابلكيشنز او ويب ابلكيشن، ان كان سوشيال ابلكيشنز او غيرها، بطريقه سريعه وبكلفه اقل من انه نرجع نخلق ابلكيشن من اول وجديد. عظيم. مارك، كونكم لكم تقريبا 17 سنه بهيدا المجال، شو بتقولوا اليوم لرائد اعمال شاب عباله يبلش ستارت اب او عم بخطط لانه يطلق شركه ناشئه بهيدا المجال بالاعلانات اونلاين، شو النصايح اللي بتقول له اياها؟ اوكي، سؤالك بيتقال نقطتين. اول نقطه اللي هي الانتربرينور شيب بالمنطقه، وثاني نقطه اللي هي الاونلاين ماركتينج فيلد بالمنطقه. So in terms of entrepreneurship، مثل ما عم لاحظ الايكو سيستم عم بيكبر بسرعه كثير بلبنان وبالمنطقه. بلبنان صار عندك organizations و associations و foundations that are actually helping كل هالentrepreneur تيوجهون على ويعلمون على 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 details، على procedures، على way of starting a company، كيف يبلشوا شركتهم تيكون عندها باس سوليد to minimize the risk اللي يفشلوا فيها. عندنا كمان كثير، بتذكر بال 2006 بس بلشنا وكنا عم ننبش على
على تمويل ويلكم تو ليبنان، قطع الكهرباء ورجعي. بسيطة. بس عم نبش على تمويل، كان عندها مشكلة كتير كبيرة تنلاقي هالتمويل اللي بدنا اياه. كان هلا صار في كتير فينشر كابيتاليست، صار في كتير اسوسيشنز مثل كفالات اتسترا اللي عم بيساعدوا هالانتربرونورز تيعلوا الشركة تبعيتهم ان ترمز اوف فاينانشالز. هلا ان ترمز اوف اونلاين ماركتينج، الفيلد تاع الاونلاين ماركتينج ما في شك انه هيدا فيلد عم يكبر بشكل هائل. الجروث تبعه السبنت ان 2009 كان استيميتد تو اراوند 56 مليون، وان 2013 رح يوصل لاباوت 256 مليون بالريجن. هيدا عم نحكي بس من الاونلاين ماركتينج. كنا من كم نهار كنا بالسعوديه just to tap the market ونشوف اذا في opportunities هناك، ومن كل الناس اللي اجتمعنا معهم كلهم had the same comment انه في shortage بالتالنتس بالشرق اللي عم يقدروا يقدموا سيرفيس بالاونلاين ماركتينج that is professional and up to par with international standards. level of entry, barriers to entry بال online marketing field فيهم يبينوا انه they're very low. however expertise is something that comes with time. بعد ما في كتير educational programs بالمنطقة that are offering online marketing courses, whether يكون بالsearch engine optimization, بالsocial media marketing, بالonline advertising per se. بعد ما عم بيكون في up to par programs اللي عم بيساعدون هالأشياء. So إذا حدا عنده هالpassion to learn in terms of social media, in terms of online marketing, the market is huge بالمنطقة كلها, and we encourage it 100%. عظيم. مارك تفوني ونمر بدين من إيست لاين ماركتينج، شكرا لأنكم أعطيتوا وقت لومدو، نتمنى لكم كل التوفيق. Thank you.